على أمل اللقاء. يوم اللي قدمت إلى فرس المنية يوصيها وعدل حجابها على رأسها ويمسح دموعها من عيونها، يقول جماعي شامل اليتامى بعد فقدي وانضمي، يسليها أبي خير مني، جدي خير مني، أمي خير مني. وراح عنها بأبي وأمي، ما راعها إلا والجواد يصهل. هذه وش حالها؟ الجواد يصهل. يقول الشيخ حسن الدمستاني: أيها المهر توقف، لا تحوم حول الخيام. هذه زينب فقدت منه، وزينب منه إياها الحين، واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام. كيف تستقبلهم؟ تصدمهم بالخبر، تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. يقول الشيخ حسن: مرق المهر وجيعا عاليا منه الصهيل. يخبر النسوان، راح يخبرهم أن السبط في البوغا جديل، ودم المنحر جار صابغ الجسم يسيل، نابع من ثغرة النحر كما تنبع عين. خرجت مذ سمعت زينب إعوان الجو، تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد. ما درت أن أخاها عافر في بطن وام بأبي وأمي، وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد، وهي بالكفين فوق الرأس تحثو بالبداد وتنادي: أين خلفت حسينا؟ يا جواد كن خبيري، أي أرض ضمنت جسم الحسين مدت بصرها أو لزمت بكفها حشاها؟ إله السيد هذا هل ون عمها، ولن الجواد حام خالي من حماها، والعين من لب القلب مهر حسين. هين فصل الخبر زين، ويلاه ويلاه أردن شداك والقلب طارت به الأنفاس. خالي تجيني وين راح يرفع وطيحت ولينا وين عن طيحت العباس؟ أريد أوصل واحتضب توديع الاثنى. قال هالبطل عباس طايح بالمسنى، وحسين بالحمى وعليه الخيل، وعباس ميت وظن بعد حسين ما مات. كان ما حز العدى راسه تلحقي، أنا لأرجع وعاد
فداله غار ورجع لها يقلها لسان حاله. يا زينب يا زينب حزة وكريمة والشمر بالرمح شاله. الله عوينك من بعد عينش تلاقي واويلا. الله يساعدها يوم اللي تلاقت بمحمد بن الحنفية في المدينة وإذا به يقول من أنت يا أمة الله؟ قالت الله يا محمد أنكرتني. محمدين آدي يا زينب والقلب بالحزن ذاب. خبريني يا زكية اش حل عليكم من مصا ويلاه ويلاه. قال يا اختي الخبر جانا بفعل شيال اللواء ملك صدر المشرعة وبالعطش ردوا مرتوى وسمعنا يقولون بالأجساد ضيق نينوى. قالت اسكت لا تسايل واستمع رد الجواب. كان تسألني عن عضيدك أبو فرجش فعال فيض الوديان بدموم العدا يوم الحمل. والله ذكرها بحرم صفين وهوال الجمال لكن انقطعت جفوفا وانجدل فوق التراب. قال يا اختي هالمصاب صابكم كله فضي لكن اسمعنا يا زينب عنكم بعلم شني فوق صدر حسين يا عزيزة صدق ذبح الرضي. قالت تخضب بدمه وشقت الجيب الرباب. وحسين قال صدق حسين أخيي مات ما حد وسده وعقب ذبحه فوق صدره جالت خيول العدى. قالت توصال شفتها قبال عين مبدده شفت راسه يا محمد شايلين على الحرام والمصيبة اللي عمتني مشيتي ويا الغروب. قلت خلوني ولن متني تورم بالضرب. طوح الحادي ومشوا بينا عن ابن امي غصوب. لو شفت نش كثر قاسينا بعدهم من عذاب. قال شايع خبر يا زينب وضن هذا بعيد. قالت اسألنا الدهر يمكن يسويها ويزيد. قال دشيتي صدق مأسوره بمجلس يا زيد. قالتي والله دخلنا ومجلس مملي اجنا. يا ميتان ترك الألباب حائرة.